كان في تفاعل هائل جدا. الندوة هنا كمان أو أسفل اللقاء يعني هنا في الأول خالص قمنا باستعراض ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة اللي فاتت من شهر 5 لحد 31/8 اللي هو النهاردة. ما تم إنجازه بقى كل المجالات اللي احنا عملناها والأنشطة اللي احنا عملناها، وكمان ناقشنا معاهم الخطة المستقبلية ابتداء من 1/9 اللي هي بكرة إن شاء الله لحد 31/12. ناقشنا معاهم نقدر نعمل ايه مع بعض. عندنا بند ما يستجد من اعمال، ده بند بيتيح ان احنا نضيف طبعا نشاط اي نشاط من الانشطة. اتناقشنا برضو في بنود معينة جوه الخطة، كان في تفاعل وكان في الحقيقة يعني افكار جميلة جدا. اهتمينا بالندوات الدينية اللي احنا ابتدينا في رمضان، فكان انسب بداية ان احنا نجيب شخصيات كبيرة يعني وليها ثقل في المجال. جبنا دكتورة نادية عمارة، كمان جبنا دكتورة سعاد صالح، وكنا بنغطي 3 فروع. الأعمال السابقة قلنا ابتدينا بسلسلة ندوات دينية لأن احنا ابتدينا في رمضان، بعد كده عملنا حفلات برضو على مستوى 3 فروع، عملنا مسابقة أفضل شيف وجبنا دكتورة أسفة، جبنا سالي فؤاد، عملنا حفلة كمان قبل دخول المدارس وقبل العيد، كانت حفلة رائعة جدا الحقيقة، الأطفال انبسطوا والأمهات. كمان عملنا لقاء وندوة حول ازاي اطور ذاتي وازاي يعني احقق نفسي واتعامل مع الآخر ازاي، كان برضو ليها صدى كويس قوي. ان شاء الله قريب قوي هيبقى في ورشة عمل العناية بالبشرة لان دي مطلوبة جدا جدا، ازاي اعتني بنفسي وازاي بأقل الإمكانيات، وطبعا كلنا عارفين الضائقة الاقتصادية الناس كتير جدا بتمر بيها، فإزاي السيدة تعتني بنفسها بأقل الإمكانيات. الحقيقة الحمد لله احنا عندنا استمارة عضوية مشاركة بتتوزع تقريبا في كل نشاط وبتبقى مطلوبة جدا جدا، وفي فعلا عضوات مشاركات تم تفعيل دورهم في الإيفنتات اللي فاتت أو النشاطات اللي فاتت، وإن شاء الله كمان اللي جاي أحسن بإذن الله. احنا نركز قوي على الدعم النفسي طبعا، 3 أطفال وزوج منهار تماما، فإن شاء الله بيرجوع للإدارة بإذن الله هنحاول نعمل زيارة ليهم ونشوف متطلباتهم إيه، هنحاول ندمجهم معانا كمان في النادي وفي الأنشطة بإذن الله. زي ما قلت لحضرتك إن في عضوة في النادي كانت متطوعة إنها تدرس مواد من المواد الأساسية الإنجليزي العربي والدراسات الاجتماعية، وإن شاء الله هنشوف إحنا ممكن نعمل إيه، بس طبعا بعد الرجوع للأب والإدارة. إحنا الندوة النهاردة لجنة المرأة عاملاها علشان نشوف اقتراحات السيدات اللي بيضايقنا في النادي، فكان أهم حاجة طبعا إن المواصلة من الهايبر لحد النادي صعبة جدا ومستحيلة، من النادي للهايبر ومن الهايبر للنادي، ورجوعنا متأخر في أوقات التمارين للأطفال. دي كان موضوع مهم جدا. سيادة اللواء جاهدا انا لسه مكلمه النهارده في الموضوع وقال لي اوكي، وهو كلم المجلس المحلي ومش عارف ايه، فدي كانت نقطه اثرتها السيدات والعضوات النهارده. لا دور فعال جدا جدا في وقت قليل جدا، عملنا كذا حاجه من رمضان. ندوه الدكتوره نادية عمارة كانت اكثر من رائعه، كانت حاجه بجد انقلاب في حياتنا احنا شخصيا، كانت حد كده عمل لنا غسيل نفسي كده، حاجة فضينا كده من جوانا، وكانت في رمضان في أجواء وروحانيات حاجة تحفة. طبعا في العيد الشو النوبي والرسم الحنة، وكان شو جميل جدا والدنيا كانت فاني وحلوة، في حاجات جميلة لا عملناها في لجنة المرأة في زايد أخصا، لأني أنا مش يعني من عضوة زايد وحبة زايد للمساحة الخضراء والوسع والدنيا الجميلة بتاعت زايد غير أي نادي تاني، فلا عملنا كتير في وقت قليل. انا اقترحت في حاجات ترفيهيه هتتعامل ان شاء الله باذن الله مع تواصل مع دكتور عزه. اقترحنا ان احنا نعمل يوم ريفي متكامل باجواء الريف كله، ان شاء الله ده هيتعمل قريب باذن الله. اقتراحات تانية ان احنا نعمل زي اكاديميات او ورش عمل للولاد عشان ننمي المهارات والابتكارات، ان ننمي عندهم المهارات العقليه. ممكن عندنا كمان اقترحنا ان يكون في ندوات ارشاديه هتكون مع مثلا نعمل بروتوكولات خاصه مع جامعات مثلا معينه. انا اقترحت جامعه عين شمس لان فيها مكان مخصص او وحده متكامله لذوي الاحتياجات الخاصه، بتكون دايما على اتصال يعني مع
مع لجنة المرأة. الاقتراحات اللي تم تداولها في الندوة النهاردة في زايد، بعض العضوات اقترحوا ان هم عايزين يعملوا اكاديمية للطهي للبنات اللي هم مثلا مخطوبين او في سن 15-16 سنة. في حاجات احنا قلنا احنا نعملها للاعضاء زي يوم الريفي، زي يوم رياضي للسيدات فقط لغير، بحيث ان احنا نخفف عنهم الضغط اللي هم بيعانوه طول السنة مع الولاد. قلنا كمان ان احنا نعمل ورش تعليميه للاطفال. هو انا كنت متخيل ان السيدات فقط هم اللي هيحضروا، بصراحه كان في نسبه رجال كتيره وكان ليهم برضو راي، حتى كان بيقولنا اشمعنى ستات بس، يعني عايزين تعملوا رحلات ستات بس، عايزين تعملوا يوم رياضي ستات فقط؟ لا، احنا عايزين كمان يبقى لينا دور، يعني ان احنا نهتم بالاسره ككل مش بس المراه فقط يعني. فكان نسبه حضور ومشاركه كويسه جدا. ان شاء الله باذن الله هنعمل ندوات خاصه بالتوعيه باللايف ستايل بتاع الست، ازاي تاكل كويس تعيش كويس، حاجات خاصه بالدايت، حاجات خاصه بالبشره والعنايه بيها، حاجات خاصه بال، هنجيب الحاجات خاصه بالمشاكل الاسريه، ازاي نحل مشاكل الاسره، ودي هتبقى من ضمن الحاجات اللي هنركز عليها جدا ان شاء الله الفتره الجايه.